السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزي المشاهد، سوف أقوم بشرح لك في هذا الفيديو كيف تشتري الكوينز من أفضل موقع لبيع وشراء الكوينز لفيفا 20. الموقع على هذه الواجهة fifacoins.com. أول خطوة هو النقر أو الضغط على دخول أو تسجيل لكي نقوم بالتسجيل في هذا الموقع. عفواً، سوف أقوم بتسجيل الخروج ثم نقوم بالضغط على تسجيل حساب جديد، يعني نقوم باختيار الخيار الثاني لكي نقوم بالتسجيل في هذا الموقع ونملأ هذه الخانات الفارغة. هنا نكتب عنوان البريد الإلكتروني، ثم نقوم هنا بكتابة تأكيد عنوان البريد الإلكتروني، وهنا في الخانة الثالثة كلمة الدخول يعني كلمة السر، ثم نقوم هنا بتأكيد كلمة السر، وهنا تكتب الهاتف، وهنا اسم المستخدم، اسم المستخدم يعني اليوزر نيم الخاص بك، ثم تضغط أو تنقر على تسجيل. بعدها سوف يرسل لك الموقع رسالة على البريد الإلكتروني الذي قمت بتسجيله هنا في هذه الخانة الأولى لكي تقوم بتأكيد تسجيل حسابك، ثم نقوم بدخول أو نقوم بتسجيل الدخول إلى هذا الموقع. بعدها إخواني الكرام، وهذه هي الخطوة المهمة كيف نشتري الكوينز من هذا الموقع، يعني تظهر لنا عدة أجهزة. أول شيء ما عليك هو أن تختار هنا فيفا 20. أنا سوف أختار الحاسوب، لكن لا تقلق أخي الكريم، نفس الشرح ينطبق، نفس الشرح الذي سوف أشرحه على الحاسوب ينطبق على هذه الأجهزة كلها. ما عليك هو أن تختار الجهاز الذي تلعب عليه وتشتري منه الكوينز. هنا يعطيك الموقع اختيارين، الاختيار الأول هنا بلاير أوكشن، يعني أنك تبيع لاعب من عندك للموقع، وهنا هذه هي الخطوة المهمة التي سوف نقوم بشرحها، هي كومفورت تريد، وأنك كيف تشتري الكوينز من الموقع. يعني يعطيك الموقع كمية، يعني الكمية والسعر لكل كمية، يعني لكل كمية سعر، مثلا 10,000 ب 3.47 دولار. وهنا الجهاز، يعني إذا كنت تريد أن تشتري ما عليك إلا الضغط أو النقر على تسوق الآن. نعم، ثم نقوم بهنا كتابة كود الخصم. كود الخصم الخاص به هو كات، يعني كود الخصم 5%، سوف تجدونه أسفل هذا الفيديو. كات هكذا. وهنا اسم الزبون يعني اسمك، وهنا بريد الإلكتروني ورقم الهاتف، يعني إذا كنت تتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية أو في كندا يجب أن تختار هذا الخيار الثاني، وإذا كنت لا تتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في كندا يجب عليك أن تختار هنا الخيار الثاني، وهنا تكتب الهاتف الخاص بك. وهنا طريقة المواصلة، يعني طريقة مواصلة أخرى، هنا يعطيك السكايب، إذا كنت توفر على السكايب هنا أكتب اسمك على السكايب، يعني اليوزر نيم الخاص بك في السكايب. ونقوم بالخطوة الأخيرة عزيزي المشاهد، هنا معلومات حساب أصلي الخاص، يعني معلومات حسابك الأصلي الخاص بك أنت، يعني هنا تعطي للموقع حساب، يعني البريد الإلكتروني الخاص بك، البريد الإلكتروني الخاص بأوريجين، وهنا في الخانة الثانية يعني الباسورد. لا تقلق عزيزي المشاهد، الموقع يحميك 100%، لا تقلق من أي شيء من هذا القبيل. وهنا الباك
هنا الباك كوب كود، يعني كيف كيف يعني كيف 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 تجيب ان تجيب هذا الكود، هو ان تدخل الى هذا الى تدخل الى حسابك اي اي، ثم تقوم بالضغط على سيكوريتي، ثم تقوم هنا بالضغط على باك كوب كود، ويعطيك هذه الكودات على هذا الشكل، ثم تكتبهم هنا، تكتب الكود الاول هنا والكود الثاني والكود الثالث. ومن بعد طريقة الدفع، يعني طريقة الدفع هنا يتوفر الموقع على فيزا وماستر كارد حتى الباي بال، يعني تختار طريقة الدفع الخاص بك ثم تقوم بالضغط على دفع. وهذا هو الشرح كله عزيزي المشاهد لكي تشتري الكوينز من أفضل موقع لشراء وبيع الكوينز، ألا هو أفيفا كوينز. أستودعكم الله، إلى اللقاء.